طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرتنا الأولى في مجموعة من المواضيع المختارة لمادة التراكيب المحددة. الهدف من مجموعة المحاضرات دي اللي هي المحاضرة الأولى بتاعتنا النهاردة هي تغطية بعض الجوانب أو التركيز على بعض الجوانب ذات الأهمية ليكو كطلبة كمبيوتر ساينس. علم الديسكريت ماثيماتكس أو التراكيب المحددة هو علم واسع و disciplines او علوم اخرى كتيره جدا بتبقى مبنيه عليه. فاحنا هنا بنحاول او مجموعه المحاضرات دي هتركز على بعض النقاط اللي ان شاء الله هتفيدكم مستقبلا اثناء دراستكم هنا في الكليه. طيب، discrete mathematics لو بنتكلم على او التراكيب المحدده، هي بسرعه بنقدر نقول هي study of the objects or structures that are distinct or discrete rather than continuous. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي طبيعة الدراسة نفسها بتاعت الديسكريت ماتيماتكس بتتكلم على أو بتعنى ب أو بتركز على ديسكريت أوبجكتس أو أجسام منفصلة، حاجات أقدر أعدها غير الكونتينيوس. أضرب لكم مثل سريع وهتفهموا القصة دي. إيه الفرق؟ حد يقدر يقول لي إيه الفرق بين كوباية مليانة مية وكوباية زيها بالظبط مليانة كوينز، عملات نقدية؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ الاثنين مليانين على الاخر، ايه الفرق؟ غير بقى الوزن والكتله والكلام ده كله، بس في فرق اخر. ايه هو؟ بالظبط كده، ان الميه كوبايه الميه انا ما اقدرش اعدها، ما اقدرش اعد اللي جواها، صح؟ لكن الكوبايه اللي مليانه كوينز اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعد اللي جواها، اقول واحد اثنين، distinct objects يعني اجسام مميزه عن بعضيها، اقدر اميزها عن بعضيها. ده بصوره عامه او بتعريف بسيط موضوع الديسكريت ماتماتكس. ابلكيشن الديسكريت ماتماتكس ابلكيشن عليها بسيط، مثلا عشان نفهم صوره، درجه الحراره. درجه الحراره لو احنا قلنا مثلا دلوقتي جو درجه الحراره ممكن يبقى حوالي 19، خلاص بعد شويه درجه الحراره انخفضت بقت 18. لو انت عندك اللي هو الديجيتال الترمومتر الديجيتال هتلاقي مثلا كاتب لك 19، بعد شويه بقت 18 لو درجه الحراره انخفضت. بس هل في حقيقه الامر في العالم بتاعنا ده درجه الحراره بتتحرك من 19 ل 18 كام مره واحده؟ ما بيحصلش. هي بتنزل من 19 وبعدين بتقل. بتقل بقد ايه؟ بشكل برضو ديسكريت متقطع، يعني بتقل مثلا بواحد من عشره، ولا حتى الواحد من عشره ده بيبقى متقسم واللي متقسم ده متقسم. فهي بتنزل بشكل كونتينيوس، لكن انا بالنسبه لي يمكن مش محتاج او في صعوبه ان انا اقدر اتعامل مع الداتا دي كلها. يعني اضرب لك مثلا، في كام عدد ما بين واحد واثنين؟ انفينيتي. ما بين واحد واثنين انفينيتي. فانا ما اقدرش لو هتعامل مع كل الارقام مش هقدر. انا مثلا بالنسبه لنا في عالم الكمبيوتر مش هقدر اخزن الاعداد دي كلها بس عشان اقول الارقام اللي من واحد لاثنين، زائد على طبقا لنوع الابلكيشن اللي انا عايزه. يعني يمكن انا بالنسبه لي في درجه الحراره الجو العاديه ما يعنينيش قوي ان درجه الحراره دلوقتي 18.7، 19 كويس و18 كويس، صح ولا لا؟ يمكن في تجربه كيميائيه مثلا انا محتاج ابقى دقيق شويه مثلا بشكل عشري، ممكن في تجربه ادق يبقى بواحد من 100 ككسور وهكذا. لكن في كل الاحوال انا بتعامل مع المثال بتاع درجه الحراره بتعامل معاه كايه؟ كديسكريت، كارقام منفصله عن بعض. ده علم الديسكريت ماثيماتكس. هل ليه فايده بالنسبه لنا؟ هو الحقيقه الديسكريت ماثيماتكس هو الكور او الاسنس بتاع الكمبيوتر ساينس، مبني عليه اغلب علوم الكمبيوتر ساينس. ناخد امثله. الجوريزمز، في ماده مثلا هتدرس فيها الجوريزمز، ايه اللي بيفرق؟ انا عندي بروبلم معينه وعايز الكمبيوتر يساعدني ان انا احلها، ممكن احلها بكذا طريقه. طب ايه اللي بيخليني اقول الطريقه دي احسن من الطريقه دي؟ اكيد لازم في طريقه، في معيار للمقياس، ان انا اقول والله دي اسرع. كلمه اسرع يعني ايه؟ دي بتوفر في حجم الميموري، دي هتستخدم بروسيسور اقل مثلا او كومبيوتينج باور اقل والى اخره. الكلام ده كله يعني معيار المقياس ده بقيسه ازاي؟ انا محتاجه طريقه تو كاونت، ان انا اعد مثلا الالجوريزم ده هياخد كام سايكل، هيلف كام مره لغايه من ستارت تو اند. فكره الكاونتنج دي مش مجرد يعني بقول 1 2 3، لا، دي مبنيه على الديسكريت ماثيماتكس عشان اقدر اعرف او اقدر اعمل عد دقيق وجيد للالجوريزمز اللي انا بعملها. حتى الالجوريزمز نفسها، في بعض الالجوريزمز المتقدمه اللي بتحل لنا مشاكل كتيره جدا مبنيه على الديسكريت ماثيماتكس. انتوا جزء منها هتيجوا في مثلا في حاجه اسمها ريكيرجن وبتتكلموا على البروفس وهو الاخر. اديكم مثال سريع، ده مش وقته دلوقتي، يمكن في بعض المحاضرات الاخرى نبقى نتطرق ليه. ان انت بتتكلم مثلا ان انت رايح في بنايه،
فانت الاسانسير فتح في الدور انت مش عارف الدور الكام، فبتسال واحد بتقول له هو انا في الدور الكام، فبدل ما يريحك مثلا يقول لك انت في الدور السابع، قام قرر ان هو يعقدك في عشتك، قام قال لك انت في الدور اللي تحتينا زائد واحد. صح؟ قمت انا نزلت عشان اعرف انا في الدور كام، نزلت للدور اللي تحتينا قلت له هو انا في الدور الكام؟ قال لي انت في الدور اللي تحتية زائد واحد. لغايه ما عدت اكرر الموضوع ده لغايه ما قال لي انت دلوقتي في الدور الارضي. او ساعتها اقدر ارجع تاني اقعد احسب هو كام واحد قال لي الموضوع ده لغايه ما اعرف انا كنت في الدور كام. يبدو الموضوع في نوع من الطرافه او يبدو معقد كمان، طب ليه ما كان يقول لي؟ لكن هنلاقي ان التكنيك ده ليه بيحل لنا مشاكل في كمبيوتر ساينس قويه جدا. من الصعوبه من مكان ان انا احلها بالشكل التقليدي اللي هو ان انا اجاوب بها اجابه مباشره. الكلام ده كله الالجوريزمز دي كلها مبنيه على جزء من او على الديسكريت ماثيماتكس. مثال اخر الانكريبشن في السكيورتي، ان الداتا مثلا لو انت بتتكلم لو بتبعت حاجه على الانترنت بعض الداتا دي ممكن حد يعمل عليها تجسس، صح؟ ان هو ياخد المعلومات سواء وخاصه لو معلومات هامه، انا حاطط رقم الكريدت كارد مثلا وعلى اخره، فممكن لو حد قدر يتسنط على الداتا فيقدر يعرفها. فبنستخدم حاجه اسمها انكريبشن، او ان احنا بنغير المعلومات، بنعمل شفرة في البيانات بحيث ان هو مش بالسهولة ان حد حتى لو قدر يحصل على البيانات دي انه ياخد منها معلومة مفيدة. الانكريبشن ده كله مبني على او في مجمله مبني على ديسكريت ماثيماتكس. وهكذا الامثلة كتيرة اللي عايز اقولها لكم، لكن اهمية مرة تانية اهمية الديسكريت ماثيماتكس ليكوا ايه؟ ان هي الكور، انا بعتبرها الكور، ان انت تفهم بشكل قوي. مثال اخر هتاخدوه اللي هو الديجيتال لوجيك ديزاين، وده هيكون موضوع محاضرتنا بتاعت النهارده، او يعني اللي هناخده النهارده في المحاضره باذن الله هو اللي مبني عليه بشكل كبير قوي الديجيتال سيركس او التصميم المنطقي. لما بنيجي نعمل دوائر منطقيه اللي هي العوامل او المكونات البدائيه جدا اللي منها بنعمل الكمبيوتر، دي كلها الدوائر المنطقيه دي بنسميها لوجيك، دوائر منطقيه مبنيه على الديسكريت ماثيماتكس وهكذا. فده اهميه الكورس اللي احنا بنتكلم عليه. طيب هنبتدي محاضرتنا النهاردة بنتكلم على اللوجيك. Logic is a mean to represent knowledge and logical inference. ال definition يمكن الكام سلايد الأولانية دول تلاحظ أنا بتكلم على definitions كتيرة، لكن هنشوف لها أول ما نبتدي ندخل في الأمثلة الموضوع هيبقى أوضح بإذن الله. فلوجيك معناه إذا هو وسيلة إن أنا أعرف إن to represent إن أنا أمثل بيها المعرفة، كويس؟ زائد حاجه اسمها لوجيكال انفيرنس. لوجيكال انفيرنس الاستدلال المنطقي، ان انا اقدر اعمل استدلالات منطقيه زي ما هنشوفها ببعض الامثله. طيب اللوجيك نفسه بيديفاين بالنسبه لي ثلاث حاجات، سينتكس عشان اقدر يعني واحنا بنتكلم على اللوجيك احنا بنتكلم على ثلاث حاجات، بنتكلم على سينتكس اوف ذا ستيتمنتس شكل الستيتمنت نفسها او الجمله نفسها، ذا مينينج اوف ذا ستيتمنت المعنى بتاعها مش مجرد الجمله الستراكشر بتاعها او تركيب الجمله، لكن كمان المعنى، والرولز اوف لوجيكال انفيرنس او القواعد المعمول بيها للاستدلال المنطقي. ده لما بنتكلم على كلمه لوجيك اللي احنا لسه مش عارفين هي ايه، هنبتدي دلوقتي في السلايدز الجايه دي نفهم احنا بنتكلم عن ايه، بس ده دلوقتي ديفينيشن. بروبوزيشنال لوجيك عايز اعرف حاجه هتتكرر معاك كتير وهسالك فيها كتير. بروبوزيشنال لوجيك عايزك تفتكر الجمله دي او الفريز ده، بروبوزيشنال لوجيك. Proposition logic is the simplest logic and the core of discourse. الأسهل صورة من اللوجيك اللي أنا لسه بتكلم عليه اللي أنا عامله definition حاجة بنسميها propositional logic. طيب a proposition is a declarative statement that is true or false. يعني إيه proposition؟ أنا بقول propositional logic، هستخدم الأول هاخد الأول الكلمة الأولانية اللي هي proposition. يعني إيه proposition؟ is a declarative statement. يعني إيه declarative statement؟ من declare، أنا بعلن حاجة معينة، بقول خبر معين، declare إعلان، خلاص؟ declarative statement يعني جملة إعلانية، يعني أنا بقول لك فيها حاجة معينة، بقول لك فيها خبر معين، ده معناها a proposition. زي أمثلة، لو أنا قلت لك the year is 266 days، إيه رأيك دي تفتكر دي propositional statement ولا لأ؟ أه ولا لأ؟ ليه؟ إن أنا بقول لك فيها خبر، هو صحيح خبر غلط، لأن هو السنة ما فيهاش 266 يوم. لكن لسه بقول لك فيها خبر، كويس؟ انا بقول لك معلومه، المعلومه دي ممكن تبقى ترو اور فولس. طيب لو قلت لك 2 plus 2 equals 4 ايه رايك؟ اتس ا بروبوزيشنال ستيتمنت، انا بقول لك معلومه على فكره 2 زائد 2 بتساوي 4. طيب هاو ار يو؟ اتس نوت ا بروبوزيشنال ستيتمنت. ليه؟
اوكي يبقى هي اتس نوت ديكلاريتيف. انا مش بقول لك معلومه، انا بسالك سؤال كويس، انا ما بقولكش معلومه. هيلب مي اوت، ايه رايكم؟ ده اسمها انتروجيتيف، يعني انا بامرك بحاجه معينه، بطلب منك حاجه معينه، دو سمثينج. ده دي مش ديكلاريتيف ستيتمنت. طيب the oceans are made of fresh water، المحيطات كلها معموله من الميه الحلوه، ايه رايكم؟ It's a declarative statement. It's a proposition. It's a propositional statement. He is smart. إيه رأيك؟ كلكم موافقين على كده؟ ها؟ أنا ممكن أختلف معاكم. وسبب الاختلاف إن الماثيماتيشنز عموماً بيبقوا دقيقين جداً في التعريف. تعالوا نرجع للتعريف الأولاني. قلنا proposition is the declarative. خلاص؟ فيبدو لما أنا بقول لك he is smart، أنت قلت لي إيه؟ قلت لي declarative. أنت بتقول لي حاجة. صح؟ بس نكملها بس. That is true or false. True or false يعني انت تقدر تقول ان كانت true or false. لما اقول لك مثلا the year is 266 days، انت بتقول لي ايه؟ It's a proposition statement. طب true ولا false؟ هتقول لي false. يعني تقدر خلاص بقى عندك ال complete definition. هي declarative واقدر اقول لك عليها ان هي false. معلومة تانية 2 plus 2 equals 4. It's a proposition and it's true. طب ايه رايك في he is smart؟ هو ذكي. ليه؟ لان فيها unknown، انا ما اعرفش انت بتتكلم عن مين، صح ولا لا؟ فيها بالنسبه لي انا ما اسمعها فيها unknown. It's not a proposition. يمكن دي ملهاش يعني implication قوي علينا واحنا ماشيين، بس it's important ان احنا نعرفها بشكل جيد. لو فيها unknown انت ما تقدرش ساعتها اول ما اقول لك الستيتمنت انك تحكم عليها ان كانت yes ولا no، يبقى ما بقتش حتى لو كانت declarative it's not a proposition، لان ما اقدرش اقول عليها true ولا false. طيب x plus 1 is less than 4. Declarative is it a proposition or not? What do you think? Yes, no. في ناس بتقول yes. طب اللي بيقولوا no بيقولوا no ليه؟ عشان فيها unknown. هي ممكن تبقى yes وممكن تبقى no، ما ينفعش. The statement is either. بص نبص عليها تاني. That is true or false. يا دي يا دي. لكن لما انا قلت لك x plus 1 is less than 4 is not a proposition statement. لان لو كانت x ب 1 تبقى ايه؟ تبقى ترو. طب لو اكس ب 10 هتبقى فولس، يعني ممكن كده وممكن كده، ما بقتش بروبوزيشنال ستيتمنت. خلاص؟ يبقى مره ثانيه التعريف البسيط جدا اللي انا بقوله لك ده كله ده بيبسط كمان المعنى بالنسبه لنا. بروبوزيشنال ستيتمنت فيري سمبل ديكلاريتيف ستيتمنت، انت لما تسمعها تقدر تقول لي عليها ايه؟ ترو اور فولس. ذاتس ات. خلاص؟ في مثال اخر؟ طيب ات ويل رين توداي، ايه رايك؟ declarative، هل هي proposition ولا لا؟ لانها حاجه مستقبليه، صح؟ هي حاجه مستقبليه، ممكن لا، ممكن انا بقول لك حاجه بخمن، I'm forecasting، انا بpredict، بتوقع حاجه معينه ممكن ما تحصلش. لكن لو قلت لك it was sunny today، ايه رايك؟ it was sunny today، انت تقدر تقول ما انت كنت معانا هنا النهارده، فتقدر تقول لي true او تقدر تقول لي false. خلاص؟ فهمنا؟ alright. طيب propositional logic is a static discipline of statements which lack semantic content. معناه ايه الكلام ده؟ هناخدها بثلاث امثله عشان نفهم معنى ان هي shallow، يعني ضحله جدا. البروبوزيشن ستيتمنت اللي انا بتكلم عليها دي ضحله في معناها، static fixed، ما فيهاش مجال للمناوره، ما فيهاش مجال ان انا احط فيها more او extract منها more knowledge او معاني اكتر. هضرب لكم ثلاث امثله. هنفترض variable p كويس is equal to an apple، أنا بعرفها، بعرف ده بنسميها propositional variable p، بعرفها propositional variable is equal to an apple is a fruit. إيه رأيك؟ دي propositional statement ولا لأ؟ propositional statement، it's a proposition، true ولا false؟ true، مظبوط؟ فأنا p بسميها propositional variable، خلاص؟ it's a true statement. طيب إيه رأيك في q؟ another variable بقول عليه the list of fruits includes apples. ايه رايك في الستيتمنت دي؟ is it a declarative statement؟ it's a declarative statement. no it's not. the list of fruits includes apples. declarative statements ولا قائمه الفاكهه بتشمل او بتحتوي على التفاح. declarative ولا yes. true ولا false؟ true. طيب the sun is larger than the moon. the third propositional variable اسمه R equals the sun is larger than the moon. What do you think? Declarative statement. True or false? True. اللي احنا بنقوله في الساينس ده
The propositional calculus in propositional calculus, the above are equally related. كلهم related because they are all true. Semantically, P and Q are the same thing. خلينا نشوف معناه ايه. في propositional logic, التلاتة دول equivalent to each other. تقول لي equivalent ازاي؟ ده واحدة بتتكلم على الفاكهة والتانية بتتكلم على الاسترونومي والشمس والقمر والاخره. ايه علاقة الاتنين ببعض؟ في proposition ملوش علاقة انت كاتب ايه جوه. ليه علاقة في الاخر الجملة اللي الديكلاريتيف ستيتمنت اللي انت كاتبها ترو ولا فولس؟ مش احنا قلنا هي ترو ولا فولس؟ هي ترو ولا فولس؟ لو كانت ترو وجملة تانية ترو حتى لو الجملة دي بتتكلم عن الفاكهة والجملة التانية بتتكلم عن الفضاء لو الاثنين ترو يبقى الاثنين ايكويفالنت تو ايتش اذر. يعني ايه ايكويفالنت تو ايتش اذر؟ يعني لو شلت واحدة وحطيت دي مكانها ودي مكان هنا ات ويل ستيل ورك لان يهمني في الاخر هي ترو ولا فولس ذاتس ات. معناها التركيب الداخلي بتاعها المعنى الداخلي السيمانتيك بتاعها مش مهم مش مهم في الاخر انا ببدله بكلمه ترو او بكلمه فولس. يعني انا لو شلت كل الجمله دي انا كاتب هنا جمله طويله قوي ده ليست اوف فروتس انكلودز ابلز اند سو اون يمكن كانت تبقى اطول من كده شلت مش هي ترو. لو شلت كل الكلام ده وحطيت ترو خلاص ذاتس ات ما كانش فارق بقى انا كنت كاتب ترو بناء على ان انا بتكلم على الفروتس ولا بتكلم على المون ولا بتكلم على الاوشنز ولا على الفيش مش فارقه خالص. فهمنا النقطه دي خلاص. ده كل ده بيبسط معنى البروبوزيشن لوجيك بالنسبه لنا. البروبوزيشن لوجيك نفسه بسيط شالو جدا ضعيف. احنا زي ما هنشوف بعد كده ان هو لازم محتاج حاجات اقوى منه او اكبر منه عشان اقدر استفيد منه بشكل اوسع. طيب propositional logic is constructed of simple proposition. اللوجيك كله البروبوزيشنال لوجيك كله بيتكون من simple propositions. وcompound propositions are made using logical connectives او بنسميها logical operators. يعني البروبوزيشنال لوجيك كله بيتكون من simple propositions زي اللي احنا قلناها proposition هو declarative statement. يبقى اللوجيك كله بيتكون من declarative statements جنب بعض. لما نيجي نتكلم لو واحد جاي يكتب حاجه او انت بتتكلم مش بتستخدم connectors بتقول مثلا انا النهارده حضرت محاضره وبعدين خرجت رحت شفت اصحابي وبعدين رجعت. ايه كلمه وبعدين اللي انت بتستخدمها دي بتعمل ايه فايدتها ايه؟ بتربطهم ببعض. مهم جدا بالنسبه لنا لو من غيرها انا النهارده رحت المحاضره شفت اصحابي رجعت محاضره هتلاقي الكلام ملوش معنى صح. يبقى لازم يبقى البروبوزيشن نفس الموضوع البروبوزيشنال لوجيك نفسه كله على بعضه بيتكون من simple propositions اللي هي declarative statement اللي هي true or false. طب وبعدين بنحطهم جنب بعض ازاي؟ باستخدام connectors ده اللي احنا هنتكلم عليه او بنسميها logical operators. propositional variables are variables that represent propositions زي اللي فات ده زي المثال اللي فات. بدل ما اقعد بقى لما ابتدي اتعامل مع propositions قاعد بتكلم مع sentence طويله جدا طب ايه رايكم نمثلها بفاريبل بسيطه بحيث بعد كده وانا بتكلم على كيو بدل ما كل مره اقول لك the list of fruits includes apples and ما يعرف ان احنا نستخدم بي نستخدم كيو نستخدم ار فاريبل بيريبريزنت البروبوزيشنز ليه عشان يسهل عشان يسهل عليا اوكي. فدي احنا بنسميها يبقى propositional variables are variables that represent propositions. اوكي نبتدي في اللوجيكال كونكتيفز دول اللي احنا هنقعد نتكلم عليهم النهارده اوكي. اول واحده هنعرفهم كده سريعا لكن عشان نفهمهم لازم هنفهمهم باكزامبلز وبديتيل ديفينيشن. هناخد ديفينيشنز بتاعتها وناخد عليها اكزامبلز ونتعرف ازاي نقدر نختبرها بشكل اخر. بس دلوقتي خلينا ناخدها كتيبل كامل وبعدين نبتدي نتكلم عليه بالتفصيل. اول واحده اسمها نيجيشن الاوبريتور بنسميه نيجيشن. السيمبل بتاعه هو السيمبل ده ده شكل السيمبل بتاعه اوكي. نيجيشن يعني ايه نيجيشن؟ نفي نوت اوكي اتس نوت ذا كيس ذات لا المعكوس اوكي. اليوسج بتاعها بنستخدمها فور نوت اللي مهتم يعني بالجافا لانجويج دي الكود اللي هو بيعبر عن الكونكتورز دول. طيب النوع الثاني بنسميه كونجنكشن. كونجنكشن كونجنكشن بربط حاجتين ببعض كونجنكشن اوكي. السيمبل بتاعه الشكل كده او بنستخدمه في المعنى بتاع اند. هنعرف ايه اند دي؟ انا عارفها يمكن في اللانجوج هنلاقيها قريب من بعض بس ماثيماتيكلي عايزين نبص عليها بشكل ادق شويه. اللي بعده بنسميه disjunction عكس الكونجنكشن disjunction اوكي. السيمبل بتاعه هو برضو المعكوس اللي هو الشكل ده والاستخدام بتاعه or. بعدين عندي exclusive or ده السيمبل بتاعه او اليوسج بتاعه اللي هو بنسميه xor.
بعدين عندي الكونديشنال الشكل بتاعه اللي هو السهم، وبعدين اللي هو الاستخدام بتاعه if then implication، نسميه implication if then. by conditional اللي هو ال by conditional arrow اللي هو اليوسج بتاعه بنسميها ال if and only if. ده التيبل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. خلاص نبتدي ناخدهم واحدة واحدة. النيجيشن اول واحدة، خلاص اول واحدة كانت في التيبل هي علامة النيجيشن. تعالوا نشوف دي عبارة عن ايه. انا هقرا الديفينيشن، هيبدو الديفينيشن كبير شويه، لكن بعد شويه هتلاقوا ان الديفينيشن متكرر بنفس الباترن او ماشي بنفس الطريقه. لو ركزنا في اول واحد الباقي ان شاء الله هيبقى سهل ان احنا نفهمه. Let P be a proposition، تبقى في الحاله دي ايه؟ ال propositional variable. انا بس مختصر بقول let P be a proposition، بس كان الدقيق ان انا اقول ايه؟ propositional variable. خلاص؟ طيب يبقى P is a propositional variable. The statement، ال statement it is not the case that P is another proposition. ناخد مثال، انا هقف هنا قبل ما اكمل. قبل ما اكمل معناه ايه الكلام ده؟ ناخد P اي proposition، اديني اي proposition. عايز حد يقول لي اي proposition، اي proposition من اللي فات. اي واحد. The year is 266 days. مش دي proposition؟ true ولا false؟ false. بس it's a proposition. كويس؟ لو حطيت قبليها the phrase it is not the case that، وبعدين البروبوزيشن بتاعي is also a proposition. تعال نجرب كده. The year is 266 days. انتوا اتفقتوا معايا it's a proposition. لو قلت it is not the case that، وعايزكم تحفظوا الطريقة دي لان بعد شوية صحيح مش هنلتزم بالتعبير ده بالظبط، لكن مهم في الاول ان انا اتعود عليه عشان الكونسبت نفسه اقدر افهمه. كويس؟ it is not the case that the year is 266 days. ايه رايك في دي؟ Is this a proposition or not? Is this a declarative statement? لو قلت لك على فكره it is not true that the year is 266 days. Am I telling you something? انا بقول لك حاجه؟ It's declarative. اللي بقوله لك ده صح ولا غلط؟ True. خلاص اللي هو النيجيشن بتاع الجمله الاولانيه اللي هي كانت ايه؟ كانت false. لان انا بالنسبه لي هنا بما انك بتكلم على جمله that is either true or false عكس النيجيشن، عكس الترو هيبقى ايه؟ هيبقى فولس ملهاش حل، وعكس الفولس هيبقى ترو. اوكي؟ يبقى اللي احنا بدل بقى ما اقول لك ذا يير از 266 دايز، انا بقول لك ايه؟ خليها بي، نختصر ونسميها بي بروبوزيشنال فاريبل. فلو انا عندي بروبوزيشن بي لو حطيت قبليها ات از نوت ذا كيس ذات بي، الاستراكشر ده بقى انذر بروبوزيشن. اوكي؟ بس عكسه. اوكي. طيب is another proposition called the negation of P denoted by، برضو بقى عشان اختصرها بدل ما اكتب it is not the case that so and so، لا ممكن اختصرها بالشكل ده and read as not P. اوكي؟ يبقى انا لو عندي proposition P not P هتبقى اللي هو that symbol. اوكي؟ طيب what is the negation of احمد is older than 20 years old؟ ونحاول نتعود كده لان بعض الاحيان ممكن اعبر عنها بكذا طريقه، بس انا عايز في الاول ابقى امشي فورمال. احمد is older than 20 years old. Is this a proposition or not؟ ليه proposition؟ لانها declarative. and number two تقدر انت تقول عليها ان كانت true ولا false. انا بتكلم انا معرفه احمد يعني حد معرف، فانت تقدر تقول ان كانت true ولا false، صح؟ يبقى انا اقدر لو ضفت قبليها it is not the case that احمد is older than 20 years old بقت proposition. طيب it is raining today. ها سريعا بقى. It's not the case that it's raining today. But another proposition. طيب 5 plus 2 equals 8. 5 plus 2 equals 8. خلاص؟ فهمنا ال definition بتاعها؟ Okay. Very good. و 10 is a prime number. It's not the case that 10 is a prime number. وهل it's not the case that 10 is a prime number دي proposition؟ It is a proposition. Yes, it is a proposition. Negation of 10 is a prime number. مظبوط؟ اوكي؟ طيب. Truth table. هتكلم على حاجة تانية دلوقتي قبل ما أدخل عليها. دلوقتي لو أنا عايز أستدي الـ behavior of something، اللوجيك ده ليه behavior. قلنا هو كله بيديني في الـ output بتاعه إيه؟ True or false. صح؟ الـ proposition اللوجيك مبني على في المكونات البدائية بتاعته خالص مبني على إيه؟ simple propositions. والـ simple propositions دي عبارة عن إيه؟ statements that declarative statements that are either true or false. صح؟ يبقى الاوتبوت بتاعي كله في اللوجيك ده كله هيبقى عباره عن ايه؟ true or false.
سواء ممكن عندي مالتيبل وهنشوف الكونكتورز دول بيعملوا ايه، بس انا متوقع في الاخر ان هو في الاخر خالص الاوتكم بتاعه هيبقى ترو اور فولس، صح ولا لا؟ طيب لو انا عايز استدي الموضوع ده انا عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه لو انا مثلا خلينا نقول الريموت كنترول ده، خلاص قلت لك بيشتغل ازاي، بيعمل ايه الريموت كنترول ده كويس، وجبنا واحد تخصصه الكترونكس، اوكي تخصصه الكترونيات، واحد تاني مش تخصصه الكترونكس، واحد تاني مختلف تمام او ما عندوش فكره عن الالكترونكس، وادينا الاثنين الريموت كنترول ده وادينا التاني الريموت كنترول ده، قلت له الريموت كنترول ده بيعمل ايه، المهندس الالكترونيك ممكن يعمل ايه، يوم يفتحه ويشوف السيركت ويعمل لها اناليسز ويجيب اجهزه ويقعد يقيس الاشارات وهو لاخره الاشاره دي بتعمل ايه وشكل السيركت ودي فيها دايود والدايود ده بيقلب الاشاره وده بيعمل كذا وفيها ترانزستور وكاباستور والاخره، واقعد ارسم السيركت واقول لك على فكره الجهاز اللي انت اديتوني ده اللي انا ما اعرفوش بيعمل الفانكشنز 1 2 3 4 5 6 7 لغايه 10، عملها ازاي؟ انه بص جواها. طيب لو اديتها لواحد ما عندوش خبره في الالكترونيات، هل في وسيله يقدر يعرف ده بيعمل ايه؟ تجربة. ازاي يعني يعمل ايه؟ يعني يدوس الزراير يقول خلاص سيبه لي كده شويه خليني ادوس كده، ده طفى لو دوسته تاني شغله، اه خلاص يبقى الزرار الاولاني ده لو دوسته مره بيطفي، لو دوسته مرتين ولو التاني وده مش عارف ايه وبيغير السلايدز وده بيعمل اند سو اون، ده اسمه ايه؟ بيهيفير. انا ما اعرفش الانترنال كومبوننتس، مش عارفها، مش قادر اعرفها، لكن اقدر اعرف البيهيفير بتاعه بيعمل ازاي. نفس الموضوع الاسلاك مثلا، عندي هنا سويتشز انا مش عارف السويتشز دي بتعمل ايه، السويتش اللي جنبيك ده ما اعرفش ان هو بيعمل ايه، هل بيطفي النور مش عارف، بيشغل المروحه ما عنديش فكره. عندنا طريقتين، ان احنا نخبط كده ونفك الاسلاك ونشوف كل سلك واصل فين وابتدي اشوف كده خريطه الاسلاك ماشيه ازاي، او اعمل ايه، ان انا اجربه ادوسه الاقي اللمبه دي اتطفت، طب افتحه الاقي اتفتحت، طب الثانيه الاقي الثاني، طب لو طفيت الاثنين، طب بس هل ينفع، هسالك سؤال عشان دي دلوقتي هتدخلنا في التروث تيبل، هل ينفع ان انا هم عباره عن مفتاحين او ما ادوس واحد بس الاقي ده طفى اقول خلاص انا عارف المفاتيح دي بتعمل ايه، دي بتطفي اللمبه دي؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي غلط. ليه؟ ليه دي بس الزرار ده بس والحاله دي بس، يعني ما اقدرش اعممها، ما اقدرش اقول لك ان انا اي تست دواء خليها بدل 2 مثلا خليهم هم عباره عن 10، قمت مجرب كده راندملي 1 2 3 خليه اون اوف اون اوف اون اوف خلاص عرفت ده بيطفي اللمبه دي مثلا واللمبه دي، هتقول لي كلام مش مظبوط. ليه؟ لان انت ما اختبرتش كل ايه الاحتماليات، ما اختبرتش كل الاحتماليات. التروث تيبل هي طريقه ان انا استدي البيهيفير، ركز معايا في الجمله دي، التروث تيبل دي وسيله طريقه تو ستدي ذا بيهيفير اوف بروبوزيشن او بروبوزيشنال لوجيك اللي هي متكونه من ستيتمنتس بكونكتور زي ما هنشوف، من خلال البيهيفير بتاعها. انا بستدي البروبوزيشن لوجيك من خلال البيهيفير، ان انا بشوف البيهيفير اللي هو ازاي. مش احنا قلنا البروبوزيشن لوجيك ده متكون من ايه؟ متكون من بروبوزيشنز، وكل بروبوزيشن فيهم هي عباره عن ايه؟ ترو اور فولس، هي عباره عن ترو اور فولس، صح؟ اقعد بقى اجرب اقول لو كانت هي دي ترو دي ترو الاثنين مع بعض يعملوا ايه؟ طب لو كانت ترو ولا فولس؟ طب لو كانت فولس او ترو؟ بس انت اتفقت معايا ان عشان تبقى الترو ستيبل معبره على البيهيفير بالكامل لازم يكون بتغطي ايه؟ كل الاحتماليات، خلاص؟ كل الاحتمالات، والحمل الاحتمالات بالنسبة لي سهلة شوية، لأن أنا بتكلم على ترو فولس، مفتاح الكهرباء هنا بتكلم على أون أوف، ما بتكلمش مثلا على أون ونص وحاجة في النص مثلا وأوف، لا أنا بتكلم على أون أوف، نفس الموضوع البروبوزيشنز ترو فولس، فلو أنا عندي بروبوزيشن وكمان بروبوزيشن مربوطين مثلا بأند زي ما هنشوف. طيب عايز أشوف بقى البروبوزيشن ده كله البيهيفير بتاعه عامل إزاي؟ اقدر استدي ازاي؟ اقول خلاص بسيطه، هو ايه المكونات بتاعته؟ بروبوزيشن ايه وبروبوزيشن بي. بروبوزيشن ايه الاحتمالات بتاعته ايه؟ ترو فولس. وبروبوزيشن بي الاحتمالات بتاعته ايه؟ ترو فولس. كام كومبينيشن؟ ايه الاحتمالات كلها؟ ان انا اخلي ده اوف اوف، او اخلي ده اون واون، او اخلي ده اون وده اوف، او اخلي ده اوف وده اون، في حاجه ثانيه؟ خلاص. واشوف البيهيفير بره الريسبونس بتاع كل واحد، السيت اوف ريسبونسز او الاوتبوت بتاعهم ده اقدر اقول ان ده بيعبر عن ايه؟ البيهيفير اوف ذا بروبوزيشن. حد يقدر يقول لي لا اصل انت نسيت حاجه؟ لا ما نسيتش. كويس؟ بدل بقى ما اقعد اعمل له اناليسيس جوه، لا اقدر اعمل ترو ستيبل. دي طريقه ثانيه يمكن نبقى نشوفها، ان في طريقتين ان انا اقدر اوصل لنفس الطريقه، يا اما بالاناليسيس اللي انا قلت لك اللي هو مهندس الالكترونيات يفتحها ويقعد بقى يستديت ويقيس ويميجر، او الطريقه الثانيه اللي تستدي ذا بيهيفير وخلاص. اوكي؟ دي طريقه ودي طريقه. الترو ستيبل دي الطريقه اللي انا بقول لك عليها، تو ستدي ذا بيهيفير اوف بروبوزيشن باي
finding out او measuring the output, measuring the output, ان انا بشوف ايه ال output for all input possibilities. All input possibilities. ايه كل احتماليات ال input بتاعتي؟ اشوف ال output بتاعها هيبقى عامل ازاي. This set بقى بالنسبه لي ال behavior of my proposition. ده الهدف من ال truth table. حد فاهمها ولا ما فهمهاش؟ واضحه؟ اوكي. طيب. يبقى proposition statement output is boolean اللي هو either true or false. دي قلناها. Logical operators are defined by truth tables. ده اللي احنا لسه بنتكلم عليه. The leftmost column هنبتدي نشوفها دلوقتي in details. فانا عندي table هي truth table جايه من table. كويس؟ The leftmost يعني الناحيه دي الكولوم اللي الناحيه دي the leftmost column او columns لو عندي اكتر من واحد represents the input. And the rightmost column في الاخر خالص represents the output of the operator. اللي في الاخر خالص output بالنسبه لي of the proposition بيبقى في الاخر خالص. طيب تعالوا نشوف الـ truth table of the negation. هنلاقي it's very simple. هو الـ proposition اللي فيه negation عبارة عن ايه؟ عبارة عن proposition simple proposition واحد وقبليه الـ negation بتاعه. مظبوط؟ يبقى الـ input بتاعي هو ايه؟ لا الـ input بتاعي فيه كام proposition for the input؟ واحد. واحد. واحد بس. خلاص. اللي هو P. في الحالة دي تبقى P. Very good. فأنا قلنا الـ leftmost اللي هو الناحية دي هيبقى for the ايه؟ For the input. ممكن في حالات تانية نشوف هيبقى عندي أكتر من input واحد. بس أنا في الحالة دي هو input واحد. هسميه P, R, Q, أي حاجة. خلاص. Variable. والleft, الright most بالنسبة لي هو الoutput. هو الoutput اللي هو شكل الproposition كله. الproposition عندي هو إيه؟ Not P. المرة دي احنا بس بنتكلم عن negation. فالoutput بالنسبة لي هو not P. أنا عايز استدي not P. ده عبارة عن إيه؟ الـ negation of P. ده شكله عامل إزاي؟ طيب عشان اعمل له ستدي قلنا طب خلاص بسيطه جدا يا اما اقعد اعمل له اناليسيس ديب اناليسيس او استدي البيهيفير بتاعه. البيهيفير بتاعه بناء على ايه؟ على انواع الانبوت كلها اللي ممكن انواع الفاليوز اوف ذا انبوت واشوف الاوتبوت بتاعه هيبقى عامل ازاي. الانبوت بتاعي هو ايه؟ هو ما فيش غيره هو بي. والبروبوزيشن بي ده بيحتمل كام فاليو؟ اثنين ما فيش غيرهم ترو فولس. فيري جود. يبقى انا هقول هنا بي في حاله لما بيبقى ترو النيجيشن بتاعه بيعمل ايه؟ النيجيشن اللي عملته هيخليه لي ايه؟ هيخليه لي فولس. طيب في حاله لو كان فولس ما اقدرش اقول كده. لو انا وقفت كده وقلت خلاص دي تروث تيبل هتقول لي ايه؟ هتقول لي لا مش مظبوط. وان كانت دي الجمله دي صحيحه وان كان صح اللاين ده مظبوط ان الترو بيحوليه لفولس. لكن لو انا حطيتها لك كده بس قلت لك هو ده تروث تيبل خلاص هو ده البيهيفير هتقول لي لا انت في احتماليه انبوت ما قلتليش الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي. كان برضه نفس مثال المفتاحين دول. انت ضغطت المفتاح الاولاني قلت لي بيطفي. قلت لك بيعملوا ايه المفاتيح دي؟ قلت لي دول بيطفوا النور ده. المفتاح الاولاني بيطفي النور ده خلاص انا كده فهمت. اقول لك لا انت في احتماليات ثانيه ما وريتهانيش. ممكن الثاني بيعمل حاجه ثانيه and so on. يبقى احنا لازم نحط كل البوسيبيليتيز. البوسيبيليتي الاولانيه ان بي از ترو الاوتبوت بتاعها في النيجيشن هيعمل ايه؟ هيعمل ان هو هيقلبها هيخليها فولس. طيب الحاله الثانيه ان هي الانبوت بتاعي يبقى فولس يحولها لي ايه؟ يقلبها لي يحولها لي ترو. هل في احتماليه اخرى؟ هل في احتماليه ثانيه ممكن يعملها؟ That's it. يبقى انا اقدر اقول ان ده الترو ستيبل. يعني ايه ترو ستيبل مره ثانيه؟ البيهيفير اوف. شكرا. هو البيهيفير اوف. يبقى انت لو عايز تعرف البيهيفير اوف ذا نيجيشن ادي الترو ستيبل بتاعه. مش محتاج تدخل جواها انت محتاج تعرف الايفكت بتاعها. لو كان الانبوت عندك ترو ودخلتها على سيركت مكتوب عليها نيجيشن يعني انا لو عندي بلاك بوكس انا كاتب عليه نوت نيجيشن اي حاجه هتدخل له المفروض تتعكس. طب يعني ايه تتعكس؟ اهو ادي ترو ستيبل بتاعها. لو دخل لي ترو هيخرج فولس. لو دخل لي فولس هيخرج ترو. ذاتس ات. ادي ده ترو ستيبل. خلاص؟ سؤال؟ طيب نكمل. كونجنكشن يمكن نتكلم عليها سريعا وبعدين نقف فور بريك. كونجنكشن. Let P and Q be propositions. نفس الجمله. نفس الجمله. Let P and Q be propositions. The proposition P and Q denoted by P and Q. مرة تانية نقرا الديفينيشن. Let P and Q be propositions. مرة تانية أنا عندي المرة دي بدل واحد بس أنا عندي اثنين. P and Q. خلاص؟ يبقى خلي الاثنين دول propositions. زي إيه؟ The year is 266 days. The oceans are made of fresh water. مش فارقة. مش أنا قلت لكم؟ السيمانتيك مش مهم بالنسبة لي. في الآخر خالص الجملة دي true or false؟ ده اللي يهمني. كاتبين فيها اي حاجه ثانيه مش فارقه خلاص. فال P and Q be propositions. The proposition P and Q denoted by P and Q.
اوكي هي هي بتتكتب بنفس الطريقه. It's called the conjunction of P and Q and this and this. For the up conjunction to be true, both P and Q must be true. ليه؟ تعال ناخد example. أنا هاجي هنا المحاضرة الجاية، أنت اسمك إيه؟ أحمد. أنا هاجي هنا المحاضرة الجاية لو أحمد ومحمود حضروا. خلاص؟ فكروا هنا، أنا بكلم لوجيك خالص، بكلم حاجة لوجيك دلوقتي، ماليش دعوة بالديسكريت ماتماتكس. أنا هاجي هنا المحاضرة الجاية لو أحمد و and محمود حضروا. لو المرة الجاية أحمد جه ومحمود ما جاش، أنا هاجي؟ لو محمود جه واحمد ما جاش، لو لا احمد ولا محمود جم، لو الاثنين جم، انا كده فهمت الاند. يبقى الاند انا بربطهم الاثنين ببعض بحيث ان هو يبقى الاوتبوت از ترو لو الاثنين ار ترو. خلاص يبقى انا بقى عندي بوكس جديد دلوقتي، انا ما اعرفش ايه البوكس ده، اسمه اند، البوكس اوف ذا اند. ليه تو انبوتس ولا واحد؟ تو انبوتس. كويس، وليه اوتبوت واحد؟ دايما البروبوزيشن في الاخر هيبقى له one output، صح؟ هو اللي هو true او false. كويس، الاند ده بيعمل ايه؟ ازاي بيبني العلاقه ما بين these two simple propositions؟ عشان احنا قلنا البروبوزيشن بيتكون من البروبوزيشن لوجيك، بيتكون من simple propositions مربوطين ببعض. فاحنا اول واحده شفناها النيجيشن اللي هي not، دلوقتي خدنا واحد ثاني اللي هو الايه؟ الاند. الاند بياخد proposition and proposition. ايه بقى الاند دي بتعمل ايه في الاخر؟ هتاثر على البروبوزيشن اللوجيك بتاعه، البروبوزيشنال ستيتمنت الكبيره بتاعتي. ازاي؟ انها بتخلي الاوتبوت ترو لو كانوا الاثنين ترو اند فولس اذروايز. اوكي، وخدنا مثال عليها، ناخد مثال هنا نبص عليها. السيركت دي، بص على السيركت دي وقول لي اللمبه دي ازاي ممكن تنور. اوكي، انا عامل لمبه بسيطه جدا وليها مفتاح وليها بطاريه، وادي اللمبه وليها مفتاحين. لو المفتاح ده اوف، اوف مفتوح اوف، والمفتاح ده اوف، اللمبه دي هتنور؟ خلينا نقول انها تنور يعني ترو، ولو مش منوره يبقى هو الفولس. كويس، يبقى لا اللمبه دي هتبقى مش منوره، صح؟ طب لو قفلنا المفتاح بي يعني خلاه اون هتنور؟ ليه؟ ما انا هو عملت المفتاح بي. كويس، طيب لان السيركت لسه مفتوحه. طب لو عملت دي بدل ده برضه مش هيشتغل. طب لو قفلت المفتاحين، دي الحاله الوحيده اللي هينور فيها. خلاص، ده معنى الاند. لو حبينا نعبر عنها، لو حبينا نعبر عنها بترو ستيبل، اعتقد ان ممكن بالشكل ده مره ثانيه، مرة تانية، إن أنا behavior يبقى أنا لازم أحط إيه؟ كل البوسيبيليتيز، كل البوسيبيليتيز. أنا عندي how many input؟ اثنين في يو كيو هيجوا الناحية دي، صح؟ والأوتبوت الأخير خالص هو ال right most column اللي هو P and Q، ده الديفايس الجديد اللي أنا مش عارف الأوتبوت بتاعه هيبقى شكله عامل إزاي. Let's study the behavior. هو إيه الاحتمالات بتاعتي؟ الاحتمالات بتاعتي إن أنا يجي لي true true، أو ممكن أبتدي بالعكس مش فارقة يعني، كويس؟ ممكن يجي لي true true، ممكن يجي لي ترو وفولس، ممكن يجي لي فولس وترو، ممكن يجي لي فولس وفولس. لو جالي ترو وترو الاوتبوت هيبقى ايه؟ ده زي ما شفناها. واي كومبينيشن تاني هيديني ايه؟ فولس. يبقى لازم تعرف ان الاند الحاله الوحيده اللي يديك ترو في الاوتبوت بتاعه هو ايه؟ ان يكونوا الاثنين ترو، اذروايز على طول فولس. هاو ماني هنا احنا في عندنا هاو ماني كومبينيشنز؟ بالظبط كده، احنا عندي في الحاله دي كام؟ أربعة، صح؟ How many possibilities؟ How many possibilities؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، دي الـ possibilities، أوكي؟ الأولانية كان how many possibilities؟ اثنين. طب لو أنا عندي ثلاثة variables هيبقوا كام؟ ثمانية. هو إيه الرول بالنسبة لي؟ بالظبط كده، it's 2 to the power اللي هو الـ variables، صح؟ n اللي هي number of variables، 2 to the power n يديني الـ number of إيه؟ combinations. الـ number of combinations بعرفه من إيه؟ 2 to the power n. طيب لو انا اديتك 4 variables، دي حاجه ثانيه اون ذا سايد، لو مديك 4 variables او 3 variables ازاي تقدر تبني ترو ستيبل ده؟ ازاي بقى هتعملها ازاي؟ هديك طريقه اتس فيري سمبل واي، يمكن ده خارج شويه عن الموضوع بتاعنا بس هيفيدك وهيفيدك في الديجيتال ديزاين. احنا هنا مثلا قدرنا نفكر فيها ايه بطريقه سيستماتيك شويه، قلت ترو 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 فولس فولس ترو فولس ترو فولس فولس، صح؟ طب لو 3 variables ممكن برضه تفكر بطريقه سيستماتيك، طب لو 4 variables، طب لو 5 variables and so on، ممكن الموضوع يبتدي يبقى معقد شويه وخاصة لما بنتكلم على تيبل كبير. خلينا نفترض ان انا بتكلم على P Q R، خليها R دلوقتي عشان بس التيبل ما يبقاش كبير قوي. احنا قلنا في عندي how many combinations، في الحالة دي هيبقى عندي how many combinations، انا عندي 3 propositional variables،
يبقى عندي how many combinations. انتوا حد متابع ولا حد لسه مش واخد باله بقول ايه؟ فهي 2 to the power 3 مش كده؟ اللي هي بتساوي كام؟ 8. عايز ابنيها بشكل سريع جدا. ممكن يا اما احفظها يا اما في عندك طريقه سهله قوي. كويس؟ الطريقه السهله ان انت ابتدي من هنا من اللفت، مش هما 8 نصهم كام؟ 4. خليهم 4 ترو و 4 فولس او العكس. او العكس خلاص. ابتدي بالترو وفولس او فولس بترو. يوجوالي لما هتيجي في الـ في الديجيتال في الديجيتال سيركس احنا بنبتدي بالفولس الاول. اوكي بس نيفرذليس مش فارقه. خلينا نجرب دلوقتي. يبقى هقول ترو 2 3 4 فولس 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 خلاص. تيجي الكولوم اللي بعده. اوكي نكبرها شويه عشان تبقى واضحه. اوكي ادي ترو 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 بعدين فولس 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 خلاص. تيجي الكولوم اللي بعده تقسمهم على اثنين. اقسمهم على اثنين يعني بدل ما كنت ماشي بفريكوانسي بطيئه قوي اربعه اب واربعه داون او العكس. بدل ما اربعه هنخليهم كام؟ نص الاربعه كام؟ اثنين. اما اجي هنا اقول له ترو ترو فولس فولس true true false false. اللي بعده عامل ايه؟ هقسم ال... هقسم الاثنين على اثنين صح؟ اثنين هتبقى ايه؟ واحد. فتبقى true false true false true false true false. That's it. خلاص من غير بقى اقعد افكر فيها هل انا حطيت كل الكومبينيشنز ولا ما حطيتهمش كلهم. خلاص that's it. جربها بقى مع اي حاجه. جربها مع 4 variables 5 variables 6 variables تقدر. هي خلاص بس تعرف العدد وتبتدي من الليفت موست اقسمهم وبعدين نص 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 لغايه ما تقدر توصل ليها. ماتيماتيكال بروف ولا اخره بس ده مش مجال ان احنا نتكلم فيه دلوقتي. اوكي طيب ديس جانكشن العكس بس هي مش العكس قوي. هنحاول دلوقتي نفهم هي ايه معناها. let p and q be propositions برضه نفس انا ماشي بنفس الطريقه برضه هبتدي اقول let p and q be propositions. the proposition p or q denoted by this symbol p or q called the disjunction of p or q. for the output disjunction to be false انا دي طريقه بعبر بيها عنها ان both p and q must be false. خليني اخد نفس الاكزامبل اللي قلت. انا هاجي المره الجايه لو احمد او محمود جم. انا هاجي المره الجايه لو احمد او محمود جم. طيب المره الجايه احمد جه انا هاجي ولا لا؟ محمود جه انا هاجي ولا لا؟ احمد ومحمود جم هاجي ولا لا؟ لكن احمد ومحمود ما جوش دي الحاله الوحيده اللي انا مش هاجي فيها. خلاص نبص عليها. نبص عليها ازاي؟ اللي هو دي طريقه ثانيه بعبر عنها ان انا بقول disjunction is true when at least one of the propositions is true. at least one of them at least انا ممكن انا هنا واخده اكزامبل باثنين ممكن بعد كده يبقى اكتر من اثنين. لو at least one of them is true خلاص تبقى الموضوع كله true. خلينا ناخد نبص عليها نفس المثال بتاع مثال اللمبه. لو اللمبه دي دلوقتي ازاي ممكن تنور؟ ايوه الحاله الوحيده اللي يعني كانها هي في الغالب هتبقى منوره لان الحاله الوحيده انها ما تنورش هو ايه؟ ان الاثنين يبقوا اوف صح ولا لا؟ طب تخيل بقى لو كان بدل بي وكيو انا عندي بي وكيو ار واس ودبليو عندي 20 سويتش واحد فيهم بس اون ايه اللي هيحصل؟ الباقي كله ملوش قيمه صح ولا لا؟ ده اللي انا بقول لكم عليه ان اتليست 1 لو اتليست 1 از ترو خلاص البروبوزيشن كله بقى ترو اللمبه هتنور. لو واحده بس يعني لو عندي هنا 10 سويتشز واحده بس از اون خلاص الحاله الوحيده اللمبه ما بتنورش فيها هو ايه؟ انهم كلهم يبقوا اوف. طب نعبر عنها بترو ستيبل الكلام ده ازاي؟ ادي الترو ستيبل بتاعها ان انا برضو ببتدي اقول ان انا عندي بي كيو دول التو انبوتس بتوعي وعندي بي اور كيو ده البوكس الجديد اللي انا عملته اللي انا سميته بي اور كيو سيركت كده مش عارف هي عباره عن ايه. ممكن اجيب مهندس الكترونيات يفتحها ويقعد يبص جواها ويشوف معموله ازاي او ها ستادي ذا بيهيفير ستادي ذا بيهيفير اشوف البيهيفير بتاعه. انا عندي هاو ماني انبوتس هاو ماني بروبوزيشن انبوتس 2 يبقى انا عندي هاو ماني كومبينيشنز 4 وعرفنا طريقتها نعملها ازاي. فعندي ترو 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 فولس فولس ترو فولس فولس وباللي احنا عارفينه عن الاور ترو ترو هي تديني ترو 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 الحاله الوحيده اللي هتديني فولس ان هم يبقوا الاثنين اوف. فهمنا فهمنا النوت والاند والاور. اوكي موفينج اون. اكسكلوسيف اور ده نوع كده معين من الاور. هضربهم لكم بالمثل ده.
The meal is served with either soup or salad. انت رايح مطعم لقيت ان هو وبتنقي الحاجه اللي انت عايز تاكلها، فلقيته حاطط لك كده جمله ان هو يتم تقديم شوربه او سلطه مع الوجبه. خلاص عايزين نفهم دي معناها ايه، اصل شبهها او ما فيها اور اهي، بس هل هي نفس اور اللي فاتت؟ خلينا نفكر فيها. ام واحد قلت له اخبار المطعم اللي انت رحته ده ايه؟ قال لي ده مطعم ممتاز جدا، قدم لي شوربه وسلطه. هتقول لي ايه؟ مش ممكن، انا عارف مش ممكن. قال لك شوربه او سلطه. سالت واحد تاني قلت له اخبار المطعم، قال لي مطعم وحش جدا، لا قدم لي لا شوربه ولا سلطه. هتقول لي ايه؟ هتقول لي مش ممكن، غلط. خلاص. لكن واحد تاني قال اه ده حلو قوي لان انا خدت مع الاكل شوربه، ده ترو ولا لا؟ والتاني قال اه المطعم ده كويس قوي ان انا خدت مع الاكل سلطه، صح ولا لا؟ ده معنى الاكسكلوسيف اور، ده معنى الاكسكلوسيف اور. اكسكلوسيف يعني مش زي الثانيه، الثانيه كان ممكن لو الحالتين اتحققوا برضو بيديني ترو، هنا لا. انا بقول يا ده اكسكلوسيف، يعني واحد من الاثنين، ما ينفعش الاثنين، ما ينفعش ولا واحد وما ينفعش الاثنين، واحد فقط من الاثنين يبقى ترو، ده معناه اكسكلوسيف اور. طيب let p، تعالوا نبص على الديفينيشن دلوقتي طبقا اللي احنا فهمناه من المثال بتاعنا. let p and q be propositions، برضو الاثنين عندي propositions. The proposition P exclusive or Q، دي الطريقة اللي احنا بنقرأ عليها، denoted by P exclusive or Q is true when exactly one of P and Q is true. Exactly one of the two. One of them بس هو اللي true and is false otherwise. في أي حالة تانية زي ما احنا قلت لكم المثال بتاع السوب and salad، أي حالة تانية هتبقى false. نقدر نفكر في التروث تيبل بتاعتها؟ طيب لو بصينا في التروث تيبل بتاعتها هنلاقيها اكوردنج اللي احنا فهمناها، هنلاقيها فيري سيمبل. اقدر لو افتكرت، يعني لو جيت تعمل التروث تيبل وعايز تفتكرها، افتكر المثال بتاع الشوربه والسلطه على طول. كويس، هتقدر ببساطه شديده بي ان كيو خلاص حفظناها بقى، ترو ترو ترو، فولس فولس ترو، خلاص دي سهله، خلاص دي مش محتاجين نتكلم فيها. البوكس ده بقى ده اللي يهمني دلوقتي، البوكس الجديد اللي انا كاتب عليه بي اكسكلوسيف اور كيو. فهمنا ان هم لما يكونوا متشابهين هيديني فولس، لو كانوا زي بعض هيديني فولس، يعني لو ترو ترو مش ممكن، هو مش هيديك الاثنين، او ما ادانيش حاجه خالص مش ممكن، يبقى برضه فولس. لكن اداني ده وما ادانيش ده، صح، ما هو ده معناه. لكن اداني ما ادانيش ده واداني ده، صح، مظبوط. يبقى لما بيكونوا متشابهين بيديني فولس، لما بيكونوا مختلفين بيديني ترو، ده معنى الاكسكلوسيف اور. حد عنده سؤال على الاكسكلوسيف اور؟ اوكي طيب جود. اللي بعده احنا دلوقتي اهو ماشيين، مش احنا خدنا تيبل الاول، احنا ماشيين فيهم بالترتيب. اللي بعده دلوقتي الكونديشنال. كونديشنال برضه هبتدي بنفس طريقه الديفينيشن، let p and q be propositions، انها معتمده على اثنين. خلاص، يبقى let p and q be propositions. The conditional proposition p implies q. p implies q بتشاور على q، بتؤدي الى، بتديني نتيجه ان حصل q. كويس، p implies q denoted by p arrow. Implies Q is called implication. It is false when P is true and Q is false and is true otherwise. عشان نفهم الموضوع ده خلينا ناخد مثال، خلينا نفكر في مثال. هنقول لو الجرس رن، جرس البيت بتاعنا، لو الجرس رن يبقى في حد بره، صح ولا لا؟ Make sense؟ عايزين نفكر في الاحتمالات دي، هناخدها كده ده لتقريب الصوره شويه. لو الجرس رن يبقى في حد بره. طيب انا عايز ده دي الريليشن، ده البوكس بتاعي، عايز ابتدي تست الكومبينيشنز كلها. لو الجرس رن ومفيش حد بره ينفع؟ مفيش عفاريت، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ديسكريت، على ديسكريت ماتيماتكس. فالمهم طيب لو الجرس ما رنش ومفيش حد بره ينفع؟ ميك سنس. طيب الجرس ما رنش وفي حد واقف بره، ممكن واحد واقف بره ما بيرنش الجرس. الجرس ما احنا قلنا الاربع حالات مش كده، الجرس رن ده بالظبط الاكزامبل بتاعنا. خلينا نبص عليها برضو، خلاص دول حافظينهم بقى، الاثنين دول حافظينهم، هاو ماني انبوتس، هم اثنين سو ان. انا برضو مره ثانيه البوكس الجديد بتاعي هو ده الامبليكيشن، عايز افهم ده عباره عن ايه. لو الجرس رن يبقى في حد بره. طيب الجرس رن وفي حد بره، ترو، ما هي دي معنى الريليشن. طيب الجرس رن ومفيش حد بره، doesn't make sense، ما ينفعش تبقى فولس.
طيب الجرس ما رنش لكن في حد واقف بره، it could happen صح؟ انا الكوز بتاع الحاجه دي ممكن ما يحصلش، لكن مش هو الكوز الوحيد، ممكن في اسباب اخرى صح؟ الجرس ما رنش ومفيش حد بره، it's true it could happen مظبوط. دي مش عايزين ندخل شويه، انا ممكن يعني اقول لكم ماثيماتيكلي ازاي دي فولس امبلايز فولس، يعني انا بقولها لكم بمثال جرس وحد واقف بره والرن وانا اخد لك. طب ماثيماتيكلي لا بروف، بس انا حاسس انها خارج سياق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني انا كان بروف تو يو ان مثلا لو قلنا لو 0 equals 3 then implies مثلا او 0 equals 1 يبقى 3 equals 8 خلاص فولس. انا بتكلم ماثيماتكس دلوقتي، مش بتكلم بقى الجرس رن وحد بره، مش دي بروبوزيشنز، مش احنا قلنا امبليكيشنز يعني بروبوزيشنز. بروبوزيشن امبلايز ا بروبوزيشن. طيب خليني اسالك سؤال، 0 equals 1 is this a proposition؟ It is true ولا فولس؟ فولس. then اللي هي ايه؟ الامبليكيشن. 3 equals 8 is this a proposition؟ Yes true ولا فولس؟ فولس. فولس equals فولس، طب اثبتها لي يعني ازاي؟ ازاي لو كان 0 equals 1 يبقى 3 equals 8 مثلا؟ انا بتردد بس مثلا عشان اقول لك هي خارج سياق، يعني مش محتاجين نتكلم على البروف دلوقتي. فيري سمبل اقدر اقول لك طيب خلينا 0 equals 1 لو ضربت 5 في الطرفين مش هي بتفضل زي ما هي؟ خلاص هتبقى 0 يعني ضربت هنا تايمز 5 وهنا تايمز 5 هتبقى ايه؟ 0 equals كام؟ 5 صح مظبوط؟ ما زالت بروبوزيشن وما زالت فولس مظبوط؟ طيب ليتس اد 3 في الطرفين هتبقى ايه؟ 3 equals 8 ما هي دي هي دي صح ولا لا؟ فاي كود بروف، يعني مش مجالنا دلوقتي نتكلم عليها، بس انا اللي عايز اقوله لك ان ليها ماثيماتيكال بروف، ان لوجيكلي لما اتكلم ازاي فولس امبلايز فولس. يمكن مثال لو في حد بره هو ولا اخره ذاتس فاين، بس في ماثيماتيكلي ممكن في بعض الاحيان انا مش فاهمها ازاي لو 0 equals 1 then 3 equals 8 نجيبها ازاي؟ it has proof، بس مش وقته ان احنا او مش مجالنا ان احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طيب النوع الاخير بالنسبه لنا هو الكونديشنال. لا ده احنا لسه بنقول examples. if someone is at the door the dog barks، لو في حد واقف، يعني ده قريب اللي احنا اتكلمنا عليه، بس انا عايز اعرف لك 3 more definitions هيجي استخدامهم بعد كده، هنتكلم على استخدامهم بعد كده. يكفينا دلوقتي ان احنا نعرف الديفينيشنز دي عباره عن ايه يعني عباره عن ايه ومعناها ايه. انا هقول لك دلوقتي if someone is at the door the dog barks، لو في حد واقف على الباب في كلب حراسه هينبح. خلاص تمام. عباره عن two propositions وبذن then او the dog barks، يعني كان المفروض هنا then ده الامبليكيشن كويس the dog barks. اوكي عايز اعرف حاجه اسمها converse. دلوقتي انا عايزكم تعرفوا definitions، later هيبقى لها استخدام، هنبتدي نشوف بنقدر نوظفها ازاي. اول definition عايزين نعرفه اسمه converse. لو كان عندي P implies Q، مش احنا هنا P implies Q، if someone is at the door the dog barks صح؟ implication. فلو انا عندي P implies Q الكونفرس بيبقى عبارة عن العكس، او يعني قصدي المعكوس بالطريقة دي. هو مش يعني كلمة عكس هنا مش دقيقة لان هيبقى لها كذا definition زي ما هنشوف. الكونفرس معناها Q implies P. لو انا قلت لك P implies Q what is the converse؟ Q implies P. يبقى اللي هو في المثال بتاعنا اللي هو يبقى ايه؟ If the dog barks implies someone at the door. بعكس if the dog barks then someone is at the door. ده معناه الكونفرس. هو مش equivalent. اوعى تفتكر انهم equivalent او هو ده العكس. كلمة عكس دي مختلفة شوية. يعني هنتكلم عليها بعدين. بس for now انا عايز اعرف terminology اسمه converse. احنا عرفنا الكونديشنال صح؟ اللي هو الامبليكيشن. فعايز اعرف 3 more definitions من او derivations من الامبليكيشن اللي انا بتكلم عليه. فانا بتكلم على اول واحد اللي هو ايه قلنا؟ converse. P implies Q، الكونفرس بتاعه هو ايه؟ Q implies P. وخدناه باكزامبل، ده يبقى الكونفرس بتاعه if the dog barks then someone is at the door. طيب اللي بعديها نوع تاني ده very special وهيجي له استخدام ان شاء الله في المحاضره الجايه اسمه الكونترا بوزيتيف. الكونترا بوزيتيف لو عندي P implies Q هو عباره عن not Q
implies not P. مرة تانية أنا بعرف terminology. طيب وخلاص بقت عملية بسيطة لأن أنا بتكلم على P, Q, R, S أولاً بسطناها خالص وبعدين بنتكلم على connectors سهلين مش هنخترع حاجة زيادة يا AND يا OR يا NOT يا X OR بقت خلاص بالنسبة لنا الموضوع واضح. يبقى دلوقتي الـ contrapositive P implies Q الـ contrapositive بتاعه هو إيه؟ NOT Q implies not P. ترجمها لي بقى بموضوع الحراسة ده والشخص اللي جاي ها؟ implies no one is at the door. فهمتوها؟ لو الكلب ما نبحش يبقى معناها ان مفيش حد واقف على الباب خلاص؟ طيب معناها ايه؟ if the dog does not bark. طب لو انا عايز اخليها بقى very formal هتعملها ازاي؟ بالdefinition بتاع not. اشكرك. فقال كده قال لو انا عايزها بقى اخليها very formal if the implication if then مظبوط خلاص فif كده كده هعملها if it is not the case that the dog barks then it is not the case that someone is at the door. لو عايزها اخليها very formal بس يعني اوكي فين اختصرناها ده المعنى if the dog does not bark then there is no one at the door. ده اسمه ايه؟ contrapositive. يبقى احنا عرفنا اول واحد اللي هو ايه؟ converse اللي هو بنقلبهم الاثنين contrapositive. Not Q implies not P. P implies Q. Contrapositive بتاعها not Q implies not P. Okay? طيب اللي بعديها inverse. لازم تعرفوا الثلاثة ده الثلاثة دول بشكل جيد جدا. Inverse. لو عندي P implies Q. Not P implies not Q. Not P implies not Q. ليه تبقى ايه في الحالة دي؟ ها؟ لو الانفرس خليها بس انا عايز اقول ايه المثال قول لي هو ايه المثال if لازم ابتدي انا بتكلم على implication صح if it is not the case that someone is at the door then it is not the case very good if no one is at the door يعني حطها بنفس المعنى if no one is at the door the dog is quiet or does not bark. اوكي ده معناها يبقى الثلاثه دول يبقى احنا محتاجين نعرف عرفنا الكونديشنال او الامبليكيشن امتى بتبقى ترو امتى بتبقى فولس والعكس امتى بتبقى فولس الامبليكيشن امتى بيبقى فولس لو كان فولس والتاني ترو ترو فولس انا مش عايز احفظهم بالترتيب لو كان something is true implies false ما ينفعش جرس رن مفيش حد بره كويس otherwise is true. وبعد كده درسنا ثلاثة تانيين ليهم علاقة بيهم مشتقين من الconditional أو الimplication. واحدة اسمها converse, contrapositive والinverse. محتاجين نعرف الdefinitions دول by heart. بعد كده هنشوف استخدامهم. احنا ليه بنقول ده؟ هنشوف بعد كده استخدامهم ازاي انهم بيبسطوا احنا لغاية دلوقتي بنتكلم في propositions وعرفنا logic وقلنا ان logic نفسه بيتكون من الـ simple propositions. والـ simple proposition يعني ايه proposition؟ declarative statement. يعني ايه declarative statement؟ يعني جملة انا بقول لك فيها حاجة بس عشان تبقى الجملة دي ينطبق عليها كلمة propositional statement لازم تكون ايه؟ اقدر انا اعرف ان كانت true ولا false. اوكي؟ يبقى هي declarative. declarative هي true or false. بس لازم اقدر يبقى عندي القدرة. ما اقدرش اقول لك ان x is greater than 5. X is greater than 5 is not a, it is a declarative statement. It sounds like a declarative statement. بس أنا مش قادر أحكم كانت true ولا false إن فيها variable فيها unknown. أوكي؟ يبقى ما أقدرش أقول عليه. خلاص؟ وده مخليها بسيطة جدا. زائد اتكلمنا إن هو كساينس أو يعني very shallow ضعيف قوي. Proposition statements very shallow ضعيفة. حتى لدرجة إن السيمانتك المعنى جوه الجملة نفسه ملوش فايدة. بس هيفيدني في حاجة واحدة بس ان اقدر احكم على الستيتمنت دي كانت ترو ولا فولس بمجرد ما حكمت عليها كانت ترو ولا فولس كل الجملة دي ما بقاش ليها استخدام بالنسبة لي اقدر ابدلها باي جملة تانية equivalent ليها في الفاليو ترو او فولس. اوكي وبعدين ابتدينا نقول ان البروبوزيشنز اللوجيك بيتكون من سيمبل بروبوزيشنز جنب بعض كده ولا كونكتد somehow كونكتد اتكلمنا على الكونكتورز اتكلمنا على النيجيشن الاول واتكلمنا على conjunction اتكلمنا على disjunction واتكلمنا على
implication مظبوط. اتكلمنا على الاكسكلوسيف اور واتكلمنا على الامبليكيشن، وبعدين قلنا ان انا عندي طريقتين ان انا اقدر ادرس الموضوع ده، ان انا ممكن ادرسه بديب اناليسيس ماثيماتيكال اناليسيس اند بروف، او في طريقه ثانيه اسهل اللي هي البيهافير. والبيهافير دي قلنا الترانزليشن بتاعها اسمه ايه؟ ترو ستيبل. يبقى الترو ستيبل دي وسيله ان انا اقدر ادرس بيها، اقدر اعرف البيهافير اوف ذس انسترومنت. السيركت اللي انا عملتها دي عباره عن ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ بتبيهيف ازاي؟ وليها شرط عشان تبقى الترو ستيبل دي مظبوطه، هو ايه؟ انها تبقى ايه؟ كل الكومبينيشنز، اول ذا بوسيبيليتيز، كل البوسيبيليتيز بالنسبه لي لو كانت موجوده يبقى انا يبقى انا خلاص قدرت احصل على الترو ستيبل بيعبر عن البيهافير اوف ماي سيركت او البوكس او الديفايس او الكونكتور او اللوجيكال كونكتيفز ذات ام توكينج اباوت. طيب نكمل، هنتكلم على باي كونديشنال. اللي فات ده كان كونديشنال، اوكي؟ اف ذن. الباي كونديشنال، باي يعني ان بوث ويز، فالباي كونديشنال اللي هو بنعبر عنه باف اند اونلي اف، الاثنين مرتبطين ببعض. يعني it's conditional this way and it is a conditional this way. The implication in both directions. I can make the implication in that direction from Q to P and I can make the same implication from P to Q. Okay? اللي هو بنسميه if and only if. طيب برضو هنتكلم بنفس الطريقة على الديفينيشنز اللي احنا متعودين عليها. Let P and Q be propositions. P and Q be propositions. The conditional proposition P Q, if and only if P, denoted by P, by conditional Q, is true when Q and P have the same truth value and false otherwise. Okay? عشان ما انا قلت الاثنين بيوصلوا لبعض. Okay? الاثنين ليهم implications على بعض. يبقى we can understand in this by conditional, in to be true, لازم لو الانسترومنت بتاعي، السيركت الجديده، البلاك بوكس بتاعي ده عشان يبقى true، لازم يبقوا ايه؟ يعني الاثنين يبقوا زي بعض، ان هم ليهم it's by conditional and otherwise لو اختلفوا هتديني false. طيب can we define it using previously defined operators؟ هل دي بتشبه لك بحاجه؟ بتفكرك بحاجه؟ انا دلوقتي انت قلت ايه؟ خلينا نبص عليها في true table. ادي شكل true table، خلاص ده شكل true table بتاعي. برضو مره ثانيه بي وكيو، ادي الكومبينيشنز. هي اكس اور ولا نوت اكس اور؟ وات دو يو ثينك؟ نوت اكس اور، خلاص. يبقى هنبتدي دي، بس دي لمحه بسيطه، هنيجي للكلام ده ان شاء الله اللي هي في الايكويفالنسز المره الجايه باذن الله، المحاضره الجايه. لكن بس عايز اقول لك ايه، ان انا ممكن ابدل حاجات. ممكن لو عندي سيركت، السيركت دي عشان ابنيها الكترونيكلي طلعت بالنسبه لي صعبه، صعبه قوي مثلا، والديفايس ده مش موجود، او الكومبوننتس دي صعب ان انا اشتريها او الاقيها في السوق، انا ممكن احصل على نفس الايفكت بانسترومنتس ثانيه او بكومبوننتس ثانيه. فمثال هنا على سبيل المثال، وده هنشوفه كتير في اللوجيك لما تيجي في اللوجيك، او لما هيجي في الايكويفالنسز هتشوفوه لما تيجي في كورس اللوجيك هتعرفوا الكلام ده. ادي عندي هنا ترو وترو بيديني ايه؟ ترو. فولس وفولس بيديني فولس، بيديني ترو. اي اذر كومبينيشن هيديني ايه؟ فولس. ده شبه ايه؟ هو شبه الاكسكلوسيف اور بس عكسه، مش كده؟ الاكسكلوسيف اور قلنا لو هما مختلفين بيديني ايه؟ ترو. ولو شبه بعض بيدوني ايه؟ فولس، يعني عكس بعض. يعني انا لو قلت not P exclusive or Q، لو انا عملت حاجه بالشكل ده تفتكروا هتديني ايه؟ تديني نفس الايفكت، تديني نفس الايفكت. يبقى انا لو انا عندي P by conditional Q ومش عارف الاقي السيركت دي، مش عارف الاقي الكومبوننت، مش عارف ابنيه، اقدر اوصل لنفس الاثر بتاعه. مش احنا قلنا البروبوزيشن فيري شالو، انا ما يهمنيش انت مستخدم اني جمله، ما يهمنيش انت بتقول لي ذا اوشنز ار ميد اوف فريش ووتر ولا بتقول لي ابل از ا فيجيتابل، الاثنين غلط، فاقدر ابدل دي بدي. المهم في الاخر هي ترو ولا فولس، يبقى اقدر ابدل دي كلها بدي وتبقى هي هي نفس الحاجه في الاخر. اوكي؟ طيب مش وقت ده نتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. طيب operator precedence، ايه الاوبريتور بريسيدنس؟ خليني اسالك سؤال رياضي بسيط جدا. 3 زائد 5 في 2 بتساوي كام؟ 16. طيب يعني اتمنى ان ما فيش حد هيقول لي 16. في حد قاعد معايا هنا دلوقتي هيقول لي 16؟ خلاص فيري جود. طيب يبقى دلوقتي، يبقى احنا بنعمل ايه؟ انت قلت لي دلوقتي ان هي عباره عن، احنا عاده بنمشي كده صح؟ بنبتدي من الشمال لليمين. طب ليه الاول قلت 5 في 2 وبعدين جمعت عليها الثلاثه؟ بنسميها بريسيدنس.
كويس، في اولويه، في اوبريتور اقوى من الاوبريتور الثاني بيدومينيت الباقيين، هو اللي لازم ياخد حقه الاول، هو اللي لازم يبتدي الاول. فهنا عندنا المالتيبليكيشن ليها higher precedence than the addition، فبنلاقي ان هو 5 في 2 الاول بعدين بنجمع عليها 3، مظبوط؟ طيب عندنا نفس القصه هنا بالنسبه للوجيكال اوبريتورز، عندنا نفس الموضوع، وده البريسيدنس، ده الترتيب بتاعه. لو عندي نوت النيجيشن ليه الهايست بريسيدنس، اوكي؟ يعني انا لو قلت كده نوت بي اور كيو، تفتكر ده معناه ايه؟ تقراها لي ازاي؟ هل هي بي اور كيو نوت بقت نوت بي الاول، دي ليها الهايست بريسيدنس، دي ليها اعلى بريسيدنس، اوكي؟ وبعد كده ده هيبقى اور كيو، خلاص؟ طيب بعد كده الكونجنكشن، نكست الكونجنكشن، نكست الديسجنكشن. يعني معنى كده ان انا لو قلت بي اور كيو اند اس، ايه اللي هيحصل؟ كيو ان اس الاول وبعد كده اور، يبقى اهي، يبقى اول واحده اهي نكست، ده اللي هيحصل، صح؟ ده اسمه البريسيدنس. اني اوبريتور هيشتغل الاول؟ لو حطيتها في سيركت، اني سيركت اللي هتاخد الكنترول من الثاني، اوكي؟ طيب بعد كده الديسجنكشن، بعد كده الاكسكلوسيف اور، بعد كده الكونديشنال، وبعد كده عندي في الاخر الباي كونديشنال، اوكي؟ ده اسمه البريسيدنس. يعني عشان تتجنب الموضوع ده كله انت ممكن تستخدم براكتس، يعني عايز مثلا تقول دول الاول، قول بي اور كيو ده ليه الهايست، دايما براكت ليه الهايست، ده اللي انا بفورس بيه، بقول ده الاول اند اس مثلا، خلاص؟ دايما البراكتس بيبقى لها الهايست بريسيدنس اولز. طيب كونستراكتنج ذا ترو ستيبل، احنا عايزين دلوقتي مع بعض نعمل الاكزامبل ده. ان انا بقول لك بي امبلايز كيو and not P by conditional Q. ده جهاز على بعضه، احنا اللي فات كله كنا واخدين حاجة سيمبل، صح؟ يعني عبارة عن two operators P, Q and that's it. هنا الموضوع بقى معقد شوية، بقى في أكتر من operator in the same. هل ده كل ده proposition ولا مش proposition؟ It's a proposition، صح؟ بيتكون من إيه؟ من simple propositions. بينهم إيه؟ connectors. Connectors مرة not مرة implication and so on. نعمل الموضوع ده إزاي؟ انا عايز اعرف ده. عندي طريقتين، في طريقه ممكن هنعرفها بعدين اللي هي البروفس، ان انا ابتدي اعمل اناليسيس ماثيماتيكال اناليسيس واقول اه الامبليكيشن دي اقدر ابدلها بكذا ودي، وابتدي سمبليفاي الموضوع لغايه ما اقول في الاخر دي هتبقى بتبيهيف بالشكل الفلاني. او الطريقه الثانيه اللي احنا عارفينها لغايه دلوقتي هي ايه؟ ترو ستيبل. ادرس البيهيفير بتاعه، البيهيفير بتاعه هنا حد يقول لي انا في عندي هاو ميني فاريبلز 2، يبقى عندي هاو ميني روز، هاو ميني بوسيبيليتيز، هم اربعه مفيش غيرهم، صح؟ بس محتاج ابتدي الموضوع كده بالراحه لغايه ما اقدر ابني التيبل كله. قبل ما اوريكم الانسر انا نبنيها هنا مع بعض. ومحتاج مساعدتكم، محتاج ان انتوا تساعدوني نبني التيبل. الاول قلنا الفاريبلز بيبقوا تو ذا ليفت، يبقى انا عندي هنا بي وعندي كيو، وانا عارف ان الكومبينيشنز بتاعتهم ترو 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 فولس، خلاص؟ طيب اي ذكي، خلاص اهو. طيب نيكست نعمل ايه بقى؟ ايه الاقتراحات بتاعتكم؟ انا مش هقدر اعملها كلها مره واحده، ما اقدرش مره واحده اقول يلا لو كانت ترو فولس دي تبقى عباره عن ايه؟ ايه رايكم ناخد الاجزاء الصغيره نحاول نكسرها، لو في بريسيدنس لو ما فيش بريسيدنس، ايه الحاجه الواضحه؟ يعني العمليه بالنسبه لكم هنا سهله عشان فيها براكتس، مش كده؟ ناخد ايه الاول؟ P implies Q. Very good. يبقى P implies Q. دي أول واحدة، مش كده؟ طيب. هتبقى عبارة عن إيه؟ لا أنا عايز دي. ها؟ P implies Q. لو الجرس رن يبقى في حد بره. ها؟ True. False. ترو، صح؟ مظبوط. ايه تاني؟ نوت بي. ايه رايكم نوت بي لوحديها؟ هو هنا مين ليه هاير بريسيدنس؟ نوت بي، مش كده؟ نوت هي ليها هاير بريسيدنس، فايه رايكم الاول ناخد نوت بي دي نشوف دي شكلها عامل ازاي؟ نوت بي، اتمنى يبقى عندي سبيس. طيب نوت بي هتبقى عباره عن ايه؟
فولز جبتوها منين؟ بي عكسها ترو هتبقى برضو فولز، فولز هتبقى ترو، فولز ترو صح؟ طيب اللي بعديها تبقى ايه؟ not p by conditional q اللي هو مين ومين؟ اللي هو ادي اهي not p اهي وفين q اللي هي دي، والباي كونديشن قلنا هي عباره عن ايه؟ otherwise هتديني ايه؟ يعني فولس. طيب not p فولس وترو، فولس فولس وفولس ترو، ترو 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 فولس متابعينها؟ طيب في الاخر خالص اللي هي ايه؟ اللي هي خلينا نقول اللي هي ستيت بس ما فيش مكان، يعني هي عباره عن عباره اهي خلينا نحطها ايه. بي امبلايز كيو اند نوت بي باي كونديشنال كيو، ها اللي هي الستيتمنت الاخيره اللي هي تبقى عباره عن ايه وايه؟ نوت بي امبلايز كيو اهي وبي امبلايز كيو اهي، يعني this ها and صح كده and. طيب true false that's it خلاص false false true true جبنا. no matter how complex the statement is true stable بالشكل اللي انا قلت لك، no matter how complex هيفيدنا الكلام ده بعد كده لما نيجي بنعمل سيركتس، بنعمل ديجيتال سيركتس في المرحله الجايه. احنا دلوقتي واخدينها كترو ستيبل، لكن في حقيقه الامر هو ده اللي بنعمل بيه السيركتس، السيركتس اللي بتطلع لي النمبرز وبتعمل لي كالكوليشنز وبتكنترول وبتطلع لي انوار والكلام ده كله اللي هنشوفه في الكورس الجاي كله مبني على الكلام ده. فانو ماتر هاو كومبلكس، بغض النظر انا ممكن اجيب لك قد الستيتمنت دي طول اخليها 10 مرات سيم ثينج، ما دام انت ماشي بطريقه ميثودكال نفس الطريقه بتمشي بالطريقه المنظمه دي خلاص، بس يمكن بس مساحتها تبقى اكبر. It doesn't matter. اي سؤال؟ طيب نكمل. ادي ده ترو ستيبل اللي احنا اتكلمنا عليه، وفي الاخر هيديني فولس فولس ترو فولس. اوكي طيب نيكست ترانزليشن. في جزء مهم ومحتاج ان انتوا تعملوا عليه براكتس، مش دايما مش اتفضل. هو اشمعنى اختارنا اللوكيشن دي؟ مثلا ما في حاجات ثانيه احنا درسنا في الجزء ده حاجات معينه، هل كسا ولا اشمعنى اشمعنى الاوبريتورز دول؟ سؤال كويس جدا، سؤال كويس جدا. زميلك بيسال طب اشمعنى دول؟ الحقيقه ان هو هتعرفوا في ديجيتال ان في ثلاثه اوبريتورز تقدر تبني بيهم اي سيركت، and or not. لو العمليه ماتش مور وكمان سمبليفايد انا اقدر اختصرها اكتر، بس خلينا نقول at the basic state ان انا ممكن ب and و or and or و not اقدر ابني اي سيركت انا عايزه، اي لوجيك. الحاجات دي كلها بتديني لوجيك مختلف صح؟ يعني البيهيفير ده، البيهيفير ده اللي احنا شايفينه في الترو ستيبل يعني شكله غريب شويه، ان انا في حاله لو بقى رجعت تاني مش انا بالنسبه لي كل ده، خلينا بقى نوضح الموضوع، انا بالنسبه لي كل ده بلاك بوكس مش كده؟ كل ده بالنسبه لي بلاك بوكس انا ما اعرفوش، دي عباره عن السيركت الجوانيه بتاعتي، انا مش شايف غير الانبوت بتاع اللي هو ده الانبوت وادي الاوتبوت. يمكن انا عندي ابلكيشن معين، ابلكيشن معين انا محتاجه يبيهيف بالشكل ده، ان لو جالي ترو ترو يديني فولس، ولو جالي ترو فولس يديني فولس، ولو جالي فولس وترو هو اللي يديني ترو. يمكن عندي ابلكيشن معين. طيب فزميلك بيسال طب اشمعنى دول بس؟ ديز ار ذا بيسك كومبوننتس اللي اقدر بيهم ابني اي لوجيك انا عايزه. اوكي سؤال كويس قوي. طيب ترانزليشن، خلينا مش دايما البروبلم بتبقى ماثيماتيكال زي اللي فاتت دي مديها لك وبي وكيو اند وانا اللي محددها لك. انا بعض الاحيان بشرحها لك، بشرح لك انا عايز ايه بالكلام، حتى في الديجيتال سيركتس اقول لك انا عايز تعمل لي سيركت، عايزك تعمل لي مفاتيح، ان انا لو الاثنين مع بعض مثلا لو فتحت الاثنين مع بعض اللمبه الاولانيه والاخيره هي اللي تتفتح، لكن لو خليت الاولانيه عايز اللي في النص مع الاولانيه، ولو بدلتهم يبقى الاولانيه مع الاخيره ان سو اون. فانا مش دايما بجيبها لك برموز، انا بعض الاحيان انا بشرح لك انا عايز ايه، وده الحقيقة الموضوع ان انت الساينس ده عشان يخدم sometimes البيزنس صح؟
فانا مش دايما هقول لك الموضوع بشكل رياضي، انا ممكن اشرحه لك انا عايز ايه وانت تترجمه. فمهم ان انت يبقى عندك السكيلز. كتاب بتاع روزن هتلاقي فيه امثله كتيره جدا يدرب او يزود مهاراتك في بنسميها الترانزليشن، ان انت تاخد بروبلم ستيتمنت مكتوبه ان ووردز وبتحولها الى مثال رياضي. كويس، خلينا ناخد الاكزامبل هنا. If you are older than 10 years old, if you are older than 10 years old or you are accompanied by a guardian, يعني حد ولي امرك بصاحبك، then you can board a flight. تقدر تبقى على متن طائره، يعني تقدر تسافر، تقدر تسافر على طياره. مره ثانيه انا بقول لك، انا بحط رول اهو وعايز اعمل له ديسكريبشن رياضي. فمره ثانيه بقول if you are older than 10 years old or you are accompanied by a guardian then you can board the flight. عايزين نترجم الكلام ده بشكل اسهل بقى، الموضوع كده يعني بقى كبير قوي، عباره عن ثلاث اسطر و الاخره. عايزه ماثيماتكس، عايزها تبقى بسيطه خالص، بي وكيو ار اند سو اون. نبتدي منين؟ نعمل ايه؟ اوكي نعمل ايه؟ كله صح، كل اللي انتوا قلتوه صح. ففي زميلكم قال ان احنا نبتدي بالبروبوزيشنز، ادور على بروبوزيشنز، وزميلكم وزميلتكم قالت ندور على الكونكتورز اللي بتفرق. هو ده كلام مظبوط، ان انا هنا ابتدي ابارس. انا ممكن ابتدي اول مرحله بالنسبه لي ان انا افصل الكونكتورز. ما احنا عارفين الكونكتورز مش كده؟ and or not then if، هي دي الكونكتورز بتاعتي. ابتدي افصلها عن البروبوزيشنز بتاعتي. فانا ممكن نفس الجمله اعملها بالشكل ده، if something، صح؟ if proposition، مش هي كانت الاف ده عباره عن كده؟ if proposition then، يبقى if بين قوسين you are older than 10 years old or، خلاص يبقى خلصت البروبوزيشن الاولاني، خلص or ده كونكتور or what proposition. You are accompanied by a guardian, then you can board the flight. هقسمهم كده، اوكي؟ وبعدين عايز ابسطها اكتر، ابتدي بروبوز فاريبلز. مظبوط، ابتدي احط فاريبلز. ايه رايكم نقول هسميها بقى عشان ابسط الموضوع، لانها جمل كبيره جدا، وزي ما قلنا شالو انا في الاخر مش فارقه، انا بالنسبه لي هي ترو ولا فولس. ابتدي اقول بي ايكوالز يو ار اولدر ذان 10 ييرز اولد، اوكي؟ نكست كيو يو ار اكومبانيد باي ا جارديان، دي نمبر 2. الثالثه يو كان بورد ا فلايت. دول الثلاثه بروبوزيشنز لقيتهم عندي، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. دي الثلاثه بروبوزيشنز بتوعي الموجودين، هسميهم مسميات تي وكيو ار واس اند سو اون عشان بس اسهل التعامل معاها. يبقى اقدر اترجمها بالشكل ده. لو فكرنا فيها هنلاقي ان انا ببساطه شديده كل الثلاث اسطر اللي فاتوا دول، ان انا بقول لك بي اور كيو امبلايز ار. اف يو ار مش اف معناها امبليكيشن، if then طيب if ايه الاول؟ this or this، يبقى p or q together implies r. if you are older than 10 years old or accompanied by a guardian implies you can board the flight. اوكي خلاص، ده example. if p is true، في عندنا استدلال ده برضه هنجيله بعدين، بس يعني it's okay ان انا بديكوا example عليه دلوقتي. الانفيرنس if p is true then we conclude that r is true. if p is true then we conclude r is true. does that make sense؟ فكر معايا كده، انا بقول لو كان p true على طول r هتبقى true اللي هو النتيجه. طب q راحت فين؟ انا بقول لك انا في عندي هنا inference. if p is true، في استدلال، لو كان p is true يبقى r هتبقى true regardless. ليه؟ لان هي or، صح كده؟ اوكي. طيب ترانزليشن تيبس دي هنختم بيها. look for logical connectives and use them to build elementary propositions. يبقى الاول دور على logical connectives، if then and or، خلاص؟ وكل اللي بينهم يبقوا your propositions to build elementary propositions. break the sentence into elementary propositions بالconnectors دول and then write the sentence in propositional logic format. هتحطها في الاخر هترانزليت، تاخد كل واحده تديها فاريبل، وبعدين يو بيلد ات اول توجذر وذ ذا اند اور اند نوت. هتلاقوا الكتاب بتاعكم روزن مره ثانيه فيه اكزامبلز كتيره جدا بتدربك. في بعض الاحيان مش هتبقى ستريت فورورد بالشكل ده، في بعض الاحيان بتبقى تريكي، بس عشان نبتدي ابتدي بالامثله السهله تدريجيا لغايه ما توصل ان انت عندك المهارات. احنا اتكلمنا في ايه النهارده؟
محاضرة النهاردة تكونكلود اتكلمنا في ايه النهاردة؟ اتكلمنا في اللوجيك، عرفنا اللوجيك ده عبارة عن ايه، وقلنا ان هو ساينس ليه استخدامه، هنشوف استخداماته. الجزء الاخر بتاعه ان هو بيتكون من، او مكوناته بيتكون من propositions. البروبوزيشنز دي هل المعنى بتاعها وبنتكلم في الاوشنز ولا بنتكلم في الاسترونومي ولا بنتكلم في الساينس ولا اللايف، بقى ملوش بالنسبه لي ملوش قيمه قوي. انا اللي يهمني هو ايه السنتنس دي في الاخر بتحولها لي ترو ولا فولس، تحولها لي ترو اند ذاتس ات خلاص. وبعدين بعد ما عرفنا التعريف بتاع البروبوزيشن اللي هو ديكلاريتيف ستيت، ديكلاريتيف ستيتمنتس او ستيتمنت، قلنا ان احنا بنستخدم كونكتورز، هي مش دايما واحده، هي بتبقى اكتر من واحده باستخدام كونكتورز. الكونكتورز دي بتعمل لي بروبوزيشن اللي هو متكون من السمبل بروبوزيشنز مظبوط. عشان استدي عندي كذا طريقه، اسهل طريقه بالنسبه لي كانت ايه او الواضحه، البيهيفير. البيهيفير عبرنا عنه بايه؟ بترو ستيبل. وترو ستيبل عشان يبقى دقيق لازم يحط في الاعتبار ايه؟ كل الاحتمالات بتاعته. بيلدينج الاحتمالات بتاعته شفنا اكزامبل عليها ازاي نقدر نعرف، زائد شفنا اكزامبل اوف كومبلكس بروبوزيشن، مش مجرد وان كونكتور، لا احنا بنتكلم على مالتيبل كونكتورز. ولقينا ان احنا لو مشينا بطريقه ميثودكال حاطين في اعتبارنا البريسيدنس، لان بعض الاحيان في اوبريتور بيدومينيت هو اللي بياخد الكنترول قبل الثاني. لو حطينا في اعتبارنا الاولويات او البريسيدنس اوف ذا اوبريتورز او اللوجيكال كونكتيفز، هنلاقي ان احنا نقدر سيستماتيكلي نبني ترو ستيبل، وفي الاخر نقدر نوصل للنتيجه النهائيه سيمبلي. اخر حاجه اتكلمنا عليها هي موضوع الترانزليشن، ان مش دايما الديسكريت ماثيماتكس البروبلمز في اللوجيك بتيجي ان ماثيماتيكال فورمات، كتير بتيجي ان ووردنج. مش بس في ديسكريت ماثيماتكس، في حياتك العامه انت وانت بتفكر ممكن يجي لك بروبلم واحد بيقول لك انا هيحصل كذا لو حصل ان سو اون. فانت لما تيجي تحلل الموضوع محتاج بصينا على طريقه ازاي نقدر نفصلهم من بعض ونطلع البروبوزيشنز ونبني بينهم الكونكتورز لغايه ما نحولها الى وسيله او الى معادله او اكسبريشن رياضي بسيط اقدر اتعامل معاه او اقدر افهم البيهيفير بتاعه. احنا هنتوقف هنا النهارده، المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الايكويفالنسز، يعني هناخد اللي احنا درسناه دلوقتي ونبني عليه اكتر شويه ونبتدي نشوف الايكويفالنسز. لو انا ما لقيتش الصيغه بتاعه الباي كونديشنال زي المثال اللي انا اديته لكم، هل اقدر ابدله بصيغه تانية تديني نفس الايفكت اور نوت؟ هل الموضوع ده ليه قواعد وليه براكتسز؟ ده اللي هنكمله ان شاء الله المره الجايه. اشكركم على